مش هنا، دي مش هنا. عمري ما ظبطت ايلاينر كده في حياتي. ايه رايك؟ والنبي لا 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 بصراحه والله لو لولا لبست النايمة كنت قمت رقصت. مين؟ يا صباح الفل. صباح النور. بس انت صاحيه بدري؟ اول حد يجي لك ولا في حد جه قبلي؟ انطقي. ازاي انا مش مستوعبه اصلا ان انت صاحيه بدري؟ ايه حصل في الدنيا عشان انت تصحي بدري؟ انا مش فاهمه حاجه بصراحه. بصراحه كده فيروز صحتني من الصبح كل شويه، يا ماما اصحي يا ماما اصحي يا ماما اصحي. خير يا فيروز؟ يلا عشان عيد ميلاد غزل وانا عايزه احضره من اوله. انا عايزه ازين البيت مع غزل واحضر معاها كل حاجه حتى وهي بتلبس الفستان بتاعها. غزل دي اختي. فيروز دي حبيبتي بنتي، انا بعشقك يا فيروز. وبعدين احنا عندنا اغلى من غزل برضو. ربنا يخليكي يا ندى. تعرفي انت جارتي بس انا بعتبرك اكتر من اختي كمان. انت اللي اختي والله. اتفضلي اتفضلي. يلا يا روزة. مين؟ خالته. ايه ده؟ انتوا كمان جايين لي بدري؟ ده انت امبارح من ساعة ما كلمتيني وقلتي لي عيد ميلاد غزل النهارده، حياة وصالح مستحيل ينام. يلا نروح عند خالته. عيد ميلاد غزل، عيد ميلاد غزل. خالته نعم. غزل جوه مستنياكوا. بس انتوا جيتوا بدري ازاي؟ ده انا لما بقول لك تعالي اتغدي معايا ولا تعالي اقعدي معايا شويه بتيجي بعد العشاء. قلت لك اهو من امبارح مش عايزين يناموا، عايزين يجي عيد ميلاد غزل، عايزين نروح نحضر الحاجات مع غزل، نعمله نزينه بيت مع غزل، مش ساكتين من امبارح. نورتوني يا حبايبي. جوه تعالوا ادخلوا يلا. تعالي. بص غزل فين؟ غزل فين؟ غزل اجري يلا جوه يلا. غزل والله انا مش عارفه فين غزل. اهلا 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 ندى. ازيك يا سلمى؟ ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا فيروز؟ تعالوا. ازيك يا حبيبتي؟ عاملين ايه؟ كويسين؟ اه طبعا. شبهك قوي يا سلمى. مين شبهي بالظبط؟ الاثنين. بس ده ممكن شبه بابا شويه. ايوه شبه بابا مالي. غزل؟ اه بقى غزل بقى. صاحبي غزل. يعني انا فيروز جايه لك من بدري عشان تجهز معاها تجهيزات العيد ميلاد. وغزل فين؟ هي غزل السنايله. ايه نايمه يوم عيد ميلادها؟ ده صحوا قبليها. ده انا عايزه اقول لك زمان لما كان بيبقى عندنا عيد ميلاد كده الواحد ما كانش بيعرف ينام قبليها. بس عايزه اقول لك على حاجه، هي نايمه وكويس ان هي نايمه علشان انا عايزه اعمل فيها مقلب. مقلب؟ مقلب يوم عيد ميلادها يا ندى، حرام عليا. ايوه بس احط ايه تاني؟ احط ايه تاني؟ ايه ده غزل؟ ماما؟ بتعملي ايه؟ بس انا انتي طيبة يا احلى ماما. وانتي طيبة يا حبيبتي. بس ايه اللي جاب الميك اب ده هنا وانتي بتعملي ايه يا غزل؟ اقولك الصراحة بس ايه الحلاوة دي يا ماما؟ هو انتي نايمة وانتي حاطة ميك اب ولا ايه يا ماما؟ لا يا غزل بجد؟ بجد صراحة يا ماما. انا خدت الميك اب بتاعك وحطيت لك ميك اب. انتي بهدلتيلي وشي يا غزل. ايوه يا ماما. طب هو كده يا غزل؟ اهي. ايه ده يا غزل؟ ايه اللي انتي عملتيه في وشي ده يا غزل؟ ايه يا ماما دي انتي زي السكر يا ماما. مش يا غزل، مش هسيبك يا غزل، ده انتي بهدلتيلي وشي. يا مامي ده مقلب عادي يا ماما، بس كويس انا انتي طيبه يا احسن ماما. يعني انتي عملتي ده كله عشان عيد ميلادي صح؟ ايوه طبعا يا ماما، انتي ماما حبيبتي. يعني بتعملي معايا مقلب يوم عيد ميلادي؟ ماشي خليكي فاكراها يا غزل. ماشي يا ماما. وانا مش هسيبك. ماشي ماشي. انا عيد ميلادي من 3 شهور هي عملت فيا مقلب وانا نايمه ولخبطت وشي كله بالمكياج. بتحتفل بيكي يا ندى؟ ما انا عايزه بقى اعمل فيها مقلب. تعملي فيها مقلب؟ اه. طب ما هي سهله قوي. اعمل ايه؟ مش هي حطيت لك ميك اب في وشك يوم عيد ميلادك؟ اه. خلاص احنا دلوقتي مش انت بتقولي غزل نايمه؟ ايوه. نخش ونبهدل لها وشها بالمكياج. يلا بينا. بس حرامي من عيد ميلادها كده. يلا يا سلمى بسرعة عيدي المكياج. يلا قبل ما غزل تصحى. مكياج كتير قوي. غزل نطلع نضربه. بصوا بقى علشان غزل ما تصحاش مننا واحنا بنحط لها المكياج بتاعها، كل واحد هيحط لها حاجة بس بالراحة خالص، يبقى ايده خفيفة. استني في حاجة تانية. في حاجة تانية عندك؟ هاتي هاتي هاتي.
يا حمر الخد جامد قوي ماشي. بص احنا اول حاجه بنحطها في المكياج ايه؟ الفونديشن. الفونديشن نبداوا بيه. مين يحطه؟ يلا اصوركم فيديو. امها هي اللي هتحطه. استني صورك يا ندى. صوري بسرعه سلمى، ده هيبقى مسخره. يلا ايوه غزل لما تشوف الفيديو هتضحك ضحك عليها. لا يا صالح هنبوظ المكياج، ما ينفعش. طب استنى في مناديل عندك هنا؟ استنى احنا مش عايزينها اراجوز يا صالح، احنا عايزينها في المكياج يا صالح. برضه نحطيها بكيس حلو، ده عيد ميلادها النهارده. بس لا مش اراجوز. بنتك بتنام نوم عميق. مش عارفه ازاي مش حاسه كل ده. حطيته؟ اه يلا بينا. استنى هي ماما اللي هتحط. استنى تاني خطوه بتحطوا ايه؟ استنى عليها، حط لها حاجه في عينيها زي الفل. بما اننا عندنا ماسكارا بقى واي لاينر، احنا عايزين لون كده واضح في عينيها. بصي ده، استني هو فين؟ ايوه ده حقيقه، ده تحفه، بيخلي العين في الخدود بقى. خلي ده. بصي طب يلا بينا. ايوه يا غزل غزل عروسه النهارده حلوه قوي على عينيها. لا عليك يا غسل ماما. النهار ابيض على نوم بنت. انا عايزه اعمل ايه؟ ايه رايكم؟ جمدانه جمدانه. شوتي صوتكم. انا يا ماما انا عايزه اعمل. بعد كده نحطوا ايه؟ حلو قوي. هخلص لها مكياج عينيها وخليكي انت اللي تحطي لها هدوم. ايوه والمسكره دي حلوه قوي، طول الرموش حلوه. اللاينر دي احطها ازاي؟ هتحسي بيها واحده واحده، دي مش حاسه بحاجه. استنى خلي ايدك خفيفه خالص. ايوه يا ماما مش عارف ازاي دي اكتر منوم دي ولا ايه؟ مش هنا، دي مش هنا. عمري ما ظبطت اي لاينر كده في حياتي. ايه رايكم؟ لا لا بصراحه والله لو لولا لبست النايمه كنت قمت رقصت. انت ازاي ساكته على نفسك؟ خدي بقى ميك اب ارتست دلوقتي. ماسكارا يلا خدي. ماشي يا بحاج. ترسمي لها حواجبها؟ ايوه يا غالي. اوبا ايوه الماسكارا. يلا يا حياتي ارسم لها واجيبها يا حياتي. يا حياتي ارسمها وتحط لها روج النهارده. وانتي صوتك البنت هتسمع. مش حاسه بيها يعني. انت بنتك دي ايه قدام نوم ولا ايه؟ لسه بقول لها. ايوه اديله رسم حواجب. استني يا حياه. ندى انت فنانه يا ندى فنانه. لا عجبك قوي والله، عجبك قوي. احنا حطينا لها من ده يا صلاح. خلاص عايزه احط ده. مش طول البنت خالص. عايزه احط ده ماما. انا شكلها هتضيع خالص. ماشي بص احنا دلوقتي حمرا لها خدودها ولا بيه. يلا يلا فيروز الخطوه دي بالراحه خالص يا روز. وشها هيبان. يلا بابا بابا بالراحه. مش كل ده ده بيحمر جدا في زبون نهار ابيض. يا فيروز الخطوه الجايه. استنوا بس بقى. بس نهار ابيض قوي. هنخفف وعدها. حلو هو عشان ما نحطوش تاني مكياج لعيد ميلادها. خلاص يا البنت دي نايمه امتى امبارح؟ دي ما نمتش طول الليل ولا ايه؟ نايماها بدري ما ينفعش كده يا ناس. عايزه احط انا. بصي قلت لكم تحمير الخدود بيغير وشه ولا لا؟ بيغير. صح ولا صح؟ بصي بقى انا ما حطيتش ميك اب كده يوم فرحي. تحفه. مين يحط ميك اب؟ انا. واحده هتحط فوق وواحده هتحط تحت. ماشي يلا حياه على شفايفها اللي فوق. يلا يلا يا حياة. تعالي يا حياة. تعالي يا يويو. يلا يا حياة. واحدة واحدة يا حياة. صحي يا اختي الخطوة. عشان يبقى كله شارك في الجريمة. يلا يا صالح كمل انت باقي الروج. يلا يا صلوح. يا بابا استنى عشان انت بوظت المكياج. استني يا حياة استني. انتوا مشاكل انتوا مشاكل عيالك مش روقوديهم وروحي يا سلمى. كده برضه ايه معيد بند البيت نروحه. استنى. انا ده هتظبط البيت. ايوه اللون ده بصي باين وشها. شوفي اللون الفاتح ده هي ولا عروسة المولد. ده هتصحى تضربني انا. لا ولا الفيديو لو شافته. يا نهار ابيض. لزق؟ صوري عشان ننزلوها على النت. حلوة كارة. انتي بهدلتيني. مرضية كده؟ مرضية. بس خلاص الميك اب خلاص كده. انت حقي كده. حلوة بتحزيني. بعدين تصحى. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
يا قمره كل سنه وانت طيبه. انت بصي النهارده هيبقى عيد ميلادك، وشك جميل قوي، ايه الحلاوه دي يا بنت؟ ايه القمر؟ طب تعالي كده اوريكي وشك. ايه ده، ايه اللي حاطط الميك اب هنا؟ ما احنا هنقولولك كل حاجه هتفهميها دلوقتي. بس هي حياه ثانيه، حياه حياه مصممه تلخبط لها وشها. في ايه؟ قومي يا غزل. تاتا كل سنه وانت طيبه يا غزل. غزل انا عايزه افهم حاجه، هو انت حبيبتي اخدمنا ومش حاسه بكل اللي احنا عملناه؟ غزل عكينا. مش انت عملتي فيا مقلب يوم عيد ميلادي ولخبطتي لي وشي بالمكياج؟ انا بقى رديت المقلب. انت يا واحده، هو انت اللي قلتي على المقلب دي مقلب؟ ايوه كمان صورناكي فيديو وانت نايمه ونحط لك المقلب وهنزلوكي على النت على فكره. جديده بقى مين هتلمك علشان مش مكياج بقى تاني كلكم قدامي كمان بقولكوا ايه، العيد ميلاد هيبدا واحنا ما علقناش بالونه واحده. يلا بينا، يلا بينا، يلا بينا، يلا سلام حلو.